amino acids are the building units of protein. The protein are polymers of amino acid linked together by what called اللي هي ندعيها بالpeptide bond. الأصل اللي تربط بين الأمينو أسيد مع أمينو أسيد ثاني هي peptide bond. بما أنه ببعض الأحيان نقول polypeptide bond أو polymers هو متعدد الأمينو أسيد. There are about 300 amino acid occurs in nature. Only 20 of them occurs in biological. هناك 300 حامض أميني موجود بالطبيعة، لكن اللي يدخل بتركيب البروتين بالبيولوجيكال سيستم هو 20 حامض أمينو فقط. هسه نجي للستركتشرز اوف امينو اسيد. Each amino acid has four different group attached to alpha carbon. احنا قلنا هذه هي الالفا كربون، هذه الالفا كربون، وهذا الكربوكسيل معاها كربوكسيل جروب، هذا مجموعة الامين. اذا ثلاث مجاميع هنا عندنا الالفا كربون. هاي الالفا كربون محاطة باربع مجاميع اللي هي الهيدروجين والار والمجموعة الامين والكربوكسيل جروب. اذا هي هاي تشايرال كربون. اذا شنو تشايرال كربون؟ هي اللي يتغير اتجاه الضوء. Which is a C atom next to carboxyl group. These four groups are amino group, COOH group, carboxyl, وهيدروجين and side chain. الاختلاف بالحامض الأميني مع حامض أميني يعتمد على من؟ يعتمد على السايد شين. هذا الثابت في كل الأمينو أسيد اللي هو كاربوكسيل، ألفا كربون ومجموعة الأمين. فقط الاختلاف يكون بالآر جروب. At physiological pH اللي هي 7.4 اللي هي داخل البيولوجيكال سيستم، البفر داخل البيولوجيكال سيستم هو 7 أو 4. الكربوكسيل جروب is disassociated forming negatively charged carboxylate ions. إذا راح تتحرر من عندها أيون الهيدروجين. And amino group is protonated. راح تأخذ أيون الهيدروجين forming positively charged ion NH3+1 forming sweeter ion. إذا الحالة اللي تكون بيها إنه إحنا الحامضية هي اللي لها قابلية على إعطاء الهيدروجين، والقاعدية هي لها الذرة اللي لها القدرة عليها من على اكتساب الهيدروجين. هذه الحالة إذا كان عندنا نيجاتيف تشارج وبوزيتيف تشارج ونت زيرو راح نسميها زويتر أيون. هذه الحالة نستفاد من عندها بالمايجريشن الكتروفورسيس، الهجرة الكهربائية أو السبريشن أوف أمينو أسيد. كل أمينو أسيد راح يختلف عن الثاني بالزويتر أيون، موقع الزويتر أيون. البرولين is amino acid، يعني مو amino acid، not amino acid. Classifications of amino acid، هسه تصنيفها amino acid. أولا راح نصنفها على التصنيف الأول هو chemical classification. The chemical classification according to number of carboxyl and amine group. According to net charge on amino acid. إذا تصنيف مثال ذلك net charge. مثلا monobasic يعني يحتوي على مجموعة أمين واحدة، monocarboxylic amino acid اللي يحتوي على مجموعة كربوكسيل أيضا واحدة، neutral or uncharged متعادل أو احنا نسميه أو غير إذا sub classification of neutral amino acid. هسه احنا نصنفها تصنيف ثانوي، احنا قلنا neutral متعادل، هسه نصنفها all structures are required. شيء يتطلب احنا هنا نشوف احنا مثلا جلايسين، هنا الار قلنا احنا اللي قلنا الامينو اسيد تختلف في مجموعه الار جروب. اذا هيدروجين نسميه جلايسين، اذا الينين، اذا سي اتش 3 نسميه الينين. البرانش ايضا برانش تشين امينو اسيد تكون عندها سلسله فرعيه. ار از برانش سوتش از ان فايلين اللي هو الار مالته هو ايزوبروبل جروب اللي هي ثلاث ذرات كربون. اليوسين هي الار مالته ايزوبيوتيل اربع ذرات كربون، والايزوليوسين ايضا الار از ايزوبيوتيل جروب اللي هي ايضا اربع ذرات كربون. الار از ايزوبيوتيل ان بوث اليوسين اند ايزوليوسين، بات برانشينج از ديفرنت، لكن تفرعات ما تشبيه هنا تختلف. باليوسين ان اليوسين برانشينج اكارز اون جاما كربون. احنا ايش عندنا؟ عندنا الفا بيتا جاما ثلاث ذرات كربون، الفا بيتا جاما. البرانش هنا وين يكون؟ يكون بالجاما فيسميه اليوسين. ايزوليوسين يكون بالبيتا، الفا اللي بها مجموعه الامين،
بيتا اللي بعدها راح يكون بها تفرع. الرابع اللي هو نيوترال سلفر كونتيننج امينو اسيد. السلفر يعني ذره الكبريت، يعني الامينو اسيد اللي تحتوي على الكبريت هي السيستين اند ميثيونين. الميثيونين وات از سيستين؟ السيستين هو عباره عن تو سيستين امينو اسيد راح يتحدون مع بعضهم، لكن هالمره مو عن طريق الامين والكربوكسيل جروب، عن طريق الاس اتش اللي هي السلفايد جروب الموجوده يكونون البريد داي سلفايد بوند. نيوترال هيدروكسي امينو جروب، اذا هو هذا متعادل ايضا يحتوي على الهيدروكسيل جروب مثل من مثل السيرين والثريونين. نيوترال اروماتيك امينو اسيد مثل من الفينيل الانين. It is aniline in which one hydrogen of CH3 is substituted with phenyl group. الفينيل هو بنزين رينج. So مرتبط طبعا ب OH. So it is called phenyl alanine. هذا الفينيل الانين بحالة انه نقص بالانزيم الهيدروكسيل هيدروكسيليز اللي حوله للتيروسين راح يتحول هذا الفينيل كيتون يوريا. فينيل كيتون يوريا تتعوض مجموعة الأمين الموجودة بالفينيل الانين إلى مجموعة كربونيل، وبالتالي راح يكون هذا نسميه فينيل كيتون يوريا اللي يحدث عند حديثي الولادة الانبورن إيرام. التيروسين يتحول الفينيل الانين إلى تيروسين نفسي، ده هو رينج أروماتيك رينج بي أو إتش بارا هيدروكسي فينيل الانين. وهذا يصنع من عنده الثايرويد هرمونز اللي هو T3 T4. It is classified as a phenylic amino acid. لتروبتوفان as it contains anhydride ring, so it is classified as heterocyclic amino acid. عندنا الهيترو هو الهومو، الهومو كلهم يكونون ذراتهم متشابهة، الهيترو يكون بالسلسلة انه هو اختلاف، هو سايكليك وايضا اختلاف بالسلسلة بين الذرات مثلا كربون نيتروجين او ما الى ذلك. نيوترال هيترو سايكليك امينو اسيد اللي هو تريبتوفان كونتيننج انيدول رينج. البرولين احنا قلنا من البدايه هو يحتوي على ايمين رينج. امونيو جروب انتر ان ذا رينج فورميشن بينج الفا ايمينو جروب. سو برولين از ان الفا ايمينو اسيد رادر ذان الفا امينو اسيد. بي بيزيك امينو اسيد اللي هي القاعديه، احنا نطلق عندنا اسيديك وعندنا بيزيك وعندنا نيوترال متعادل. اذا البيزيك امينو اسيد كونتين تو اور مور ان اتش جروب، اذا بما انه بيزيك لازم يحتوي على مجموعه امين اضافيه او مجاميع اللي هي شنو تسوي لي تعطيني الصفات القاعديه اور نيتروجين اتومز ذات اكت اون از بيس كان باين بروتين. ات فيزيولوجيكال هذا بما انه قاعديه بالفيزيولوجيكال بي اتش بيزك امينو اسيد ويل بي تكون راح تحمل الشحنه بوزيتيفلي تشارج مثل من اللايسين الارجينين كونتين جوانيدو جروبس والهستادين از ان اكزامبل اون بيزك هيتروسايكليك امينو اسيد. طبعا هاي البيكتشرز توضح ان الاسيديك والبيزك امينو اسيد، وهنا تظهر عليها الشحنه السالبه مجموعتين كاربوكسيل. هنا يكون الامينو جروب هي السائده او الاكثر من الكاربوكسيل جروب. الاسيديك امينو اسيد ات فيزيولوجيكال بي اتش ويل كاري نيجاتيفلي تشارج. الاسيديك الحامضيه هي لها القدره ان تعطي البروتون، فايش تظهر في الشحنه السالبه مثل من اسبارتيك اسيد اسبارتيت اند جلوتاميك اسيد جلوتاميت، وموجود طبعا بالصوره الستركتشر مالها. الاسبارجين اند جلوتامين they ار امايد فورمز فروم اسبارتيت اند جلوتاميت ان ويتش سايد تشين سي او او اتش جروب ار ايميديتد they ار كلاسيفايد اند نيوترال امينو اسيد. بعدين عندما تفقد مجموعة الكربوكسيل كأنما تتحول إلى نيوترال أمينو أسيد. هسه
هسه التصنيف الثاني هو according classification according to polarity of side chain. إذا يعني إذا كان neutral أو الR الكيل فهذا ما تظهر عليه أي شحنة أو polarity، لكن إذا احتوي على مجموعة كاربوكسيل أو مجموعة أمين ثانية أيضا راح تكون عليها راح يكون polarity، وشبيه هذا البولاريتي يكون إلى القدرة على تكوين الأواصر الهيدروجينية مع الماء. Polar amino acid in which R contains polar hydrophobic then محب للماء group so can form hydrogen bond with H2O and these amino acids R may contain. يعني في هذه الحوامض الأمينية البولار السايد تشين قد تحتوي إلى OH group as in serine, threonine and tyrosine, the SH group as in cysteine, the amide group as in glutamine and asparagine, NH2 group or nitrogen act as a basic amino acid as leucine, arginine and histidine, carboxylic group acidic amino acid as aspartic and glutamic acid. Non-polar قلنا هي الـ R is alkyl hydrophobic كاره للماء groups which cannot enter in hydrogen bond formation. 9 amino acid are non-polar glycine يعني side chain مالته hydrogen alanine side chain CH3 الفالين اليوسين ايزو بيوتيل والايزو ليوسين ايزو بيوتيل فنر الانين قلنا اروماتيك هذا تريبتوفان ايضا برولين اد ميثيونين. This slide show the difference between polar and non-polar amino acid. البولار سيرين ثريونين هنا سيرين شوف المجموعة البولار هي OH ثريونين OH سيستين هو الكبريت والكبريت وين بزمرة الأكسجين والنيتروجين إذا القدرة على تكوين الأواصر الهيدروجينية التيروسين هذا فنل مع OH اللي هو بارا هيدروكسي فنل بنزين اللي هو تيروسين اسبارتيت وجلوتاميك ايضا هنا أنا راح نشوف الديفرنس بين التصنيف الثالث اللي هو نيوتريشنال كلاسيفيكيشن على التغذيه انه اسينشال امينو اسيد ماذا نقصد بها؟ نقصد بها الجوهريه او الضروريه. This amino acid cannot be formed in the body. ما تصنع and so ما تصنع داخل جسم الإنسان لذلك إحنا نحتاج it is essential to be taken in diet. Their deficiency affected growth, health and protein synthesis. إذن الأساسيال أمينو أسيد هي الأمينو أسيد اللي ما تصنع داخل جسم الإنسان اللي ما لها كود داخل جسم الإنسان لذلك يحتاج الشخص بالدايت لازم نعطيها له بالدايت. ليش؟ لأن إحنا عندنا بروتينات تصنع بروتينات بالجسم والبروتينات ممكن تكون بالجروث ممكن تكون immune system بالhealth وبروتين synthesis. semi essential amino acid اللي هي جزء يعني تصنع لكن كمية جدا قليلة لذلك احنا ايضا نحتاجها بالدايت. These are formed in the body but not in sufficient amount for the body requirement especially in children وخصوصا بالاطفال. ليش الاطفال؟ لان نحتاجها بالgrowth. summary of essential and semi essential amino acid هذا المختصر مالتهم والsummary ممكن تطلعون عليه وتحفظوهن. Non-essential amino acids. These are the rest of amino acids. البقية كلها. That are formed in the body in amount enough for adult and children. They are the remaining 10 amino acids. إذا احنا 10 حوامض أمينية توصلنا داخل جسم الإنسان. سواء أخذناها أو ما أخذناها هي موجودة داخل جسم الإنسان. التصنيف الرابع اللي يكون الميتابوليك كلاسيفيكيشن. اذا الميتابوليك هي العمليات الاعضائيه التي تحدث على الامينو اسيد وممكن انها الاوكسيديشن او دي امينيشن وشرحت الطينه بالاخير. اذا according to metabolic or degradation products of amino acid they may be first ketogenic اللي هي تصنع لنا الكيتون بودي الامينو اسيد which is gift ketone body lysine and leucine are the only pure ketogenic. اذا هذه اللي تعطينا الكيتون بدي داخل جسم الانسان اللي فقط تعطي فقط ايش اسمه هي اليوسين واللايسين. الميكست كيتوجينيك اند جلوكوجينيك امينو اسيد تعطينا
كيتون بودي وتعطينا المواد اللي تصنع من عندها الجلوكوز داخل جسم الانسان which give both كيتون بودي and glucose. These are isoleucine, phenylalanine, tyrosine and tryptophan. الكيتوجينيك يعني هذا الجلوكوجينيك العفو الثالثه الجلوكوجينيك امينو اسيد اللي هي فقط تعطينا المواد الاوليه لصنع الجلوكوز which is give glucose. They include the rest of amino acid. These amino acid by catabolism yield products that enter in glycogen or glucose formation. الامفوتيريك properties of amino acid. السلوك الامفوتيري للامينو اسيد بما انه تحمل مجموعه هي مجموعه امين ومجموعه كاربوكسي اذا هنا راح تسلك سلوكين مره تكون سلوكها سلوك حامضي ومره شنو سلوكها يكون سلوك قاعدي. They have both basic and acidic groups and so can act as basic or acidic. In neutral amino acid, monobasic, monocarboxylic exist in aqueous solution as is water ion. إذن اللي تحتوي على مجموعة فقط كاربوكسيل وأمينو أسيد وحدة راح نشوفها بالزويتر أيون. Contain both positive and negative charge. Zwitter ion is electrically neutral and cannot migrate it into electrical field. إذن إذا هذا الأمينو أسيد بنتطلع عليه شحنة سالبة وشحنة موجبة وهو نيوترال متعادل وحدة بوحدة ما راح يتحرك من مكانه يعني يمشي في حد معين ويوقف. لذلك يعني لا ينجذب نحو القطب الموجب ولا ينجذب نحو القطب السالب ولذلك نستطيع أن نفصله بالإلكتروفوريزيس. الأيزو إلكتريك بوينت إذا نحن كل حامض أميني إلى أيزو إلكتريك بوينت إلى بي اتش معينة يظهر تظهر بي زويتر أيون. As the pH at which the zwitter ion is formed. For example, الأنيلين is pH for aniline is 6. Chemical properties of amino acid. Chemical properties الخواص الكيميائية بما أنه حامض وقاعدي إذا راح نعاني من two reactions. Reactions due to carboxyl groups, salt formation تكوين الأملاح بما أنه حامض أي يتفاعل مع قاعدة يكون الملح. Which alkalis with alkalis ester formation with alcohol يكون لنا esterات مع الكحول amide formation with amino الأمين and decarboxylation وإزالة مجموعة الكربوكسيل جروب reaction due to NH2 groups deamination and reaction with nonhydrene group. Thank you for attention.